السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم جميعا. في الفيديو ده إن شاء الله هنتعلم طريقة رسم طريق أو ممر بطريقة سهلة جدا في برنامج جوجل سكتش أب. أول خطوة هنعملها هنرسم المسار بتاع الطريق. هنروح لأداة فري هاند، طبعا ممكن ترسم الطريق بأي أداة يعني، بس أنا فري هاند أسرع، وابتدي أرسم شكل الطريق اللي انا عايزه، وليكن ده شكل الطريق اللي انا عايزه. بعد كده هروح لللاين وابتدي ارسم شكل القطاع بتاع المسار بتاعي، وليكن انا هبتدي ارسمه بهذا الشكل. آسف، هعيد مرة أخرى. هبتدي أرسم القطاع بتاع الطريق. بهذه الطريقة. وليكن هو ده شكل القطاع بتاع الطريق اللي انا عايز ارسمه. الخطوة اللي بعد كده هبتدي اختار المسار واروح لأداة لومي وابتدي اضغط على القطاع ده، هلاقي ان القطاع اتحول معايا لطريق، اتطبق على المسار اتحول معايا لطريق بكل سهولة. ممكن اخد الماتريال وابتدي اضيفها في الرصيف ده والرصيف ده بهذه الطريقة، يبقى دي أسرع طريقة تقدر ترسم بيها طريق. وممكن أجي كمان أختار الكولر وأبتدي مثلا أختار لون كده وأديه للطريق بهذه الطريقة، وممكن كمان أعدل يعني الرصيف ده. طبعا أنا رسمت بسرعة يعني، الرصيف ده لأ مش منطقي كبير عالي، ممكن أروح لأداة البوش وأبتدي أختار الجزء ده وأنزله شوية، ابتدي اختار الجزء ده وانزله شوية. الطريق ملوش سمك طبعا، سمكه بسيط، ممكن بهذه الطريقة انزله شوية. لا والله الطريق عايز اكبره شوية، اختار الضلع ده، اقرب من الضلع ده وش، ابتدي برضو احاول العب فيه. لو ما جاش معايا ممكن عن طريق امر ريموف اكبر فيه زي ما انا عايز. مش شرط طبعا ترسم برضو بالاداه بتاعت الفري اللي احنا رسمنا بيها، ممكن تعمل ترسم الطريق ده عباره عن ارك بهذه الطريقه وترسم القطاع. هاخد نسخه احنا من القطاع اللي انا رسمته، اختار الاجزاء دي كلها، دبل كليك، كليك يمين مجروب واقول له كوبي، كنترول سي، واختار القطاع بتاعي هنا واقول له كليك يمين اكسبلود، لازم يكون مفجر، خليه هنا مثلا، وابتدي برضو اختار الارك ده واقول له فلومي، واروح اختار الفيس هلاقيه اتطبق، ممكن يبقى مستطيل او عدل يعني، الطريق بتاعي شكله كده. برضو بنفس الطريقة اخد كوبي من الفيس ده، كليك يمين، اسف، كوبي، موف، كنترول، اختار نسخة من القطاع بتاعي، وابتدي اختار اللاين واقول له فلو مي، ابتدي اختار الفيس، هلاقي ان الطريق اترسم معايا بكل سهولة. تقدر تعدل عليه، تكبره كده، تكبره كده بهذه الطريقة زي ما انت عايز، تديله ماتريال مش مشكلة، تدي مثلا الرصيف ده ماتريال مش مشكلة، زي ما انت عايز. يبقى دي اسهل طريقة لرسم طريق في برنامج جوجل سكتش اب. يا رب يكون الفيديو مفيد لحضراتكم، يا رب يكون الفيديو قدم الاضافة لحضراتكم. اشكركم، الى ان نلتقي في فيديو اخر باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.